وأنتم بخير. القاهرة والناس تشارككم أفراح عيد شم النسيم، ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مصر التي تحب الحياة، الملايين في الحدائق والمنتزهات احتفالاً بأعياد الربيع، وأهالي الإسماعيلية وبورسعيد يحرقون دمى الإرهابيين. شم النسيم أقدم عيد في أم الدنيا، وإليكم تفاصيل النشرة. مصر في الحدائق والمنتزهات، فقد توافد ملايين المصريين على الحدائق العامة في مختلف أنحاء البلاد احتفالاً بعيد شم النسيم أو أعياد الربيع. وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث توافدت العائلات مصطحبة الأطفال والشباب في طقس سنوي يحرص عليه المصريون. وشهدت حديقة الأزهر أيضاً توافد الآلاف الذين استقبلتهم الحديقة بالمزمار البلدي وفقرات التنورة، كما فتحت الحديقة النافورة الموجودة بالبوابات الرئيسية، ووفرت سيارات لتسهيل على كبار السن التنقل داخل الحديقة، فيما افترشت العائلات المساحات الخضراء لتناول الرنجة والفسيخ، وحرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية وسط أجواء كرنفالية. وفي الإسكندرية توافد الآلاف على حديقة الحيوان، وحرص الأطفال على التقاط الصور مع شبل الأسد والقردة وداخل قفص النعام وفي الملاهي، في حين حرصت العائلات على تناول الفسيخ والرنجة أسفل شجرات تطل على بحيرة سيد قشطة داخل حديقة النزهة بحديقة الحيوان. كما شهد مصيف بلطيم إقبالاً كبيراً من أهالي كفر الشيخ والمحافظات القريبة لقضاء عطلة أعياد الربيع بشواطئ المصيف الستة، واحتمى الزائرون بالشماس من حرارة الجو، فيما توافد الشباب والفتيات والأطفال على مستأجري الدراجات للطواف بها على الشواطئ في مسارات تم تخصيصها لذلك. هذا واحتفلت مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد بشم النسيم عبر أحياء تقليد قديم يتمثل في حرق دمى الليمبي بعد إقامة حفلات غنائية على أنغام آلة السمسمية، إضافة إلى الطقوس العادية بالتنزه في الحدائق والشواطئ وتناول أسماك المملحة. وأصل دمية الليمبي يعود إلى مدينة بورسعيد حينما خرج أهلها ضد المندوب السامي البريطاني اللورد إدموند ألمبي في عشرينات القرن الماضي، وهم يحملون دمية من القش ترتدي زيا عسكريا بنفس رتبته، وقاموا بحرقها أمام الميناء أثناء مغادرته مصر متجها إلى بريطانيا. وإلى جانب دمى الليمبي حرق الأهالي دمى أخرى ترمز إلى الإرهابيين. من جانبه هنأ العقيد تامر رفاعي المتحدث العسكري الشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم، ونشر صورة على الصفحة الرسمية بالفيسبوك كتب فيها كل عام وأنتم بخير عيد سعيد، فيما عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها في شوارع والميادين بمختلف الأنحاء بالتزامن مع خروج المواطنين للاحتفال، وتواجد رجال المرور بشكل مكثف على مختلف الطرق والمحاور المرورية، وانتشرت الخدمات الأمنية والمرورية على الطرق السريعة. وفي إطار عملها أجرت تحاليل للكشف عن متعاطي المواد المخدرة من سائقي السيارات. كما شهدت الشوارع والميادين العامة انتشارا كبيرا للشرطة النسائية بالقرب من دور السينما والأماكن المزدحمة ووسائل المواصلات خاصة المترو لمكافحة التحرش وملاحقة المتحرشين، فيما شهد مجرى نهر النيل والمسطحات المائية وجود عدد كبير من اللانشات وقوات الإنقاذ لتأمين احتفالات المصريين في ظل توافد أعداد كبيرة من المواطنين على المسطحات المائية. كما شددت الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية على أصحاب المراكب النيلية والمعديات بعدم وجود حمولة زائدة من المواطنين على متن المراكب النيلية حتى لا يكونوا عرضة للغرق. وشم النسيم هو أقدم عيد يحتفل به المصريون منذ آلاف السنين، حيث يرجع الاحتفال به إلى ما يقرب من 5000 عام، أي نحو عام 2700 قبل الميلاد، وبالتحديد إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية. وإن كان بعض المؤرخين يرون أن بداية الاحتفال به ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات، حيث كان الاحتفال في مدينة هليوبوليس أون، وترجع تسمية شم النسيم بهذا الاسم إلى الكلمة الفرعونية شمو، وهي كلمة مصرية قديمة يرمز بها أجدادنا الفراعنة إلى بعث الحياة. وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم هو أول الزمان أو بدء خلق العالم. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرة أخرى بإذن الله.